والآن ننتقل إلى حل التمرين الثاني. نقرأ التمرين: إليك العددين 496 و806. سؤال أول: هل العددين 496 و806 أوليان فيما بينهما؟ برر إجابتك. سؤال ثاني: اشرح لماذا الكسر 496 على 806 قابل للاختزال ثم اختزله. سؤال ثالث: احسب العدد بي، حيث بي تساوي 496 على 806 ناقص 3 على 26. نبدأ بأول سؤال: هل العددين 496 و806 أوليان فيما بينهما؟ إذن لكي نعرف أنهما أوليان فيما بينهما، يجب أن يكون البي جي سي دي ل 806 و496 ماذا يساوي؟ يساوي الواحد. أما إن كان لا يساوي الواحد فالعددان ليسا أوليان فيما بينهما. إذن دائما لمعرفة هل العددان أوليان فيما بينهما يجب حساب البي جي سي دي، إما أنك تستعمل خوارزمية الفروق المتتابعة أو تستعمل خوارزمية القسمات المتتابعة. نحن نستعمل خوارزمية القسمات المتتابعة. إذن تحتاج خوارزمية القسمات المتتابعة إلى القسمة الإقليدية. إذن نأخذ أكبر عدد الذي هو 806 على 496 ونجري عملية القسمة الإقليدية. إذا 806 كم فيها من 496؟ فيها 1، إذا 1 في 496 تساوي 496. نجري عملية الطرح: 6 ناقص 6 0، 10 ناقص 9 فيها 1، نرجع الواحد 8 ناقص 5 3. نكتب العملية أفقية: 806 تساوي 496 في 1 زائد 310. بعدها نأخذ القاسم والباقي ونجري عملية قسمة إقليدية أخرى، أي 496 على 310 هي 1، 1 في 310 هي 310. نجري عملية الطرح: 6 ناقص 0 6، 9 ناقص 1 8، 4 ناقص 3 1. نكتب العملية أفقيا: 496 تساوي 310 في 1 زائد 186. نجري عملية قسمة إقليدية أخرى، القاسم على الباقي، أي 310 على 186 فيها 1، 1 في 186 تساوي 186. نجري عملية طرح: 10 ناقص 6 فيها 4، نرجع الواحد 11 ناقص 9 فيها 2، نرجع الواحد 3 ناقص 2 فيها 1. نكتب العملية أفقيا: 310 تساوي 186 في 1 زائد 124. نجري عملية قسمة إقليدية أخرى حتى نجد الباقي يساوي 0، 186 على 124 دوما فيها 1، 1 فيها 124 هي 124، 186 ناقص 124 6 ناقص 4 2، 8 ناقص 2 فيها 6، 1 ناقص 1 0. نكتب العملية أفقيا: 186 تساوي 124 في 1 زائد الباقي الذي هو 62. إذا نجري عملية قسمة إقليدية أخرى: 124 على 62، 124 على 62 فيها 2، 2 في 62 هي 124، 124 ناقص 124 0. إذا نتوقف هنا. نكتب العملية أفقيا: 124 تساوي 62 في 2 زائد الباقي تساوي الصفر. ننظر لآخر باقي قبل الصفر والذي هو 62. إذن القاسم المشترك الأكبر للعددين 806 و496 يساوي 62، ولاحظ أنه لا يساوي الواحد. إذن نقول أن العددان 806 و496 ليسا أوليان فيما بينهما، أي 806 و496 ليسا أوليان فيما بينهما. نذهب إلى السؤال الثاني. 2
اشرح لماذا الكسر 496 على 806 قابل للاختزال. الكسر 496 على 806 قابل للاختزال لأن البسط والمقام عددان أوليان، لأن 496 و806 ليسا أوليان فيما بينهما، أي يوجد قاسم مشترك أكبر ل 496 و806، وعندما يوجد قاسم مشترك للبسط والمقام فيجب أن نقسم على هذا القاسم المشترك الأكبر، أي 496 على 806 تساوي، نقوم بقسمة البسط والمقام على نفس العدد والذي هو القاسم المشترك الأكبر، أي 496 تقسيم 62 و806 تقسيم 62. إذن في هذه الحالة نستعمل الآلة الحاسبة، لدينا 496 نقسمها على 62 وتكون النتيجة 8، كذلك 806 نقسمها على 62 وتكون النتيجة 13. لاحظ أن 8 على 13 هو كسر غير قابل للاختزال. وش معناته كسر غير قابل للاختزال؟ معناته البي جي سي دي نتاع البسط اللي هو 8 والمقام يساوي 1. لو كان تروح تحسب البي جي سي دي ل 8 و 13 راح تجده 1. اذا نقول عن كسر انه غير قابل للاختزال اذا كان البسط والمقام عددان اوليان فيما بينهما، عددان اوليان فيما بينهما، اي البي جي سي دي للبسط والمقام يساوي 1. بعدها ننتقل إلى الإجابة عن السؤال الثالث، أحسب العدد بي. حساب العدد بي، لدينا بي يساوي 496 على 806 ناقص 3 على 26. لاحظ هنا معي أن عملية فرق كسرين، معناتها في هذه الحالة نحتاج إلى توحيد المقامات، معناها أنك تضرب 806 في 26 و 496 في 26 وتعكس 26 في 806 و 3 في 806، لكن هذه العملية طويلة جدا. هناك فكرة من السؤال السابق يجب أن تستغلها، لدينا هذا الكسر معلوم اللي هو الكسر هذا في السؤال الثاني، والكسر هذا حسبنا له الاختزال نتاعه في السؤال الثاني وجدناه أنه 8 على 13. إذن عندما تكون هناك مساواة، وش معناتها هذه؟ معناتها إذا كان عندك أنا 496 على 806 تساوي 8 على 13، هذه المساواة معناتها تقدر تدي هذه ولا هذه، الحسابات تخرج لك صحيحة معناتها تدي هذه ولا هذه، الإجابة راح تكون صحيحة. إذن في هذه الحالة احنا ندو هذا الكسر الصغير، لماذا؟ لكي لا تكون الحسابات طويلة فقط، معناها هذا 496 على 806 نبدله ب 8 على 13 ثم ناقص 3 على 26. لاحظ هنا، لاحظ أن الكسور صغيرة مقارنة بهذا الكسر الكبير، ولاحظ أن 26 هو مضاعف ل 13، أي 13 في 2 تعطي 26، إذن يكفي أن نضرب 13 في 2 ونضرب بسط أيضا في 2، 13 في 2 هنا 26، أي 26 نفس المقام، و 8 في 2 16، أي نكتب 16 على 26 ناقص 3 على 26 وتساوي 26، هو نفس المقام أي نكتبه مرة واحدة، ثم نطرح البسطين 16 ناقص 3، 16 ناقص 3 هي 13 على 26. يمكن أيضا اختزال 13 على 26 هي 1 على 2، نقسم هنا على 13 ونقسم هنا على 13، إذا 13 على 13 هي 1، 26
على 13 هي 2، إذا الكسر هو 1 على 2. وهكذا أكون انتهيت من هذا التمرين.